وأيضا فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية التي صدرت في كل من أمريكا والصين، هذه البيانات أو بعض هذه البيانات الذي كان أفضل مما كان متوقعا. معنا سركيس تشوبريان، محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب. مرحبا بك سركيس. التعامل مع هذه البيانات إن كان بالنسبة للسوق الإسكان الأمريكي، بالنسبة أيضا للبي أم آي في القطاع الصناعي في الصين، ما هي دلالات هذه القراءات التي جاءت أفضل مما كان متوقعا؟ بالفعل هذه قراءات كانت إيجابية جدا، بل ومفاجئة لعديد من المتابعين، خصوصا البيانات التي صدرت من أسواق الإسكان الأمريكية والتي أظهرت نمو مقداره 44.3%، وهذا النمو يعتبر قياسي، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الاقتصاد الأمريكي ربما لم يكن في ركود قاسي جدا كما كانت التوقعات. لا أقول بأن الاقتصاد الأمريكي يدخل ركود، بل هو في ركود فعلي وربما يكون الأسوأ منذ عشرات السنين، لكن جاءت هذه القراءة لتثبت بأن الاقتصاد الأمريكي ربما سيكون متوجه للتعافي لكن ببعض المحاذير. بالنسبة للاقتصاد الصيني، في البيانات التي صدرت اليوم وأشارت إلى نمو قطاع التصنيع والقطاعات الغير تصنيعية بشكل فاق التوقعات، يظهر بأننا أمام احتمالات ربما بأن يكون الاقتصاد الصيني قد ترك خلفه الأسوأ، ورغم أن هنالك إشارات بأن انتشار فيروس كورونا ما يزال مستمر، وقد شهدنا يوم الجمعة الماضي ارتفاع قياسي في أعداد الإصابات، لكن في الحقيقة التأثيرات لفيروس كورونا على الاقتصاد مرتبطة مباشرة في الإغلاقات الحكومية، وما لم تعد الإغلاقات الحكومية فربما نشهد تعافي حتى ولو بشكل بطيء خلال النصف الثاني من هذه السنة. فدلالات هذه البيانات تعتبر إيجابية بشكل عام. لكن يجب أن ننظر أيضا إلى تفاصيل هذه البيانات التي ما زالت تظهر بعض الضعف في التوظيف، إن كنا نتحدث عن بيانات PMI في الصين، وكذلك ضعف في التجارة العالمية، فما زالت هناك آثار، لكن هذه الآثار أقل كثيرا مما كان متوقع سابقا. كما ترى التأثيرات، دائما مثل هذه البيانات تأخذ بعين الاعتبار التحركات على الذهب، الذهب الذي يستمد قوته فيما هو واضح من عملية التحفيزات، الركود الاقتصادي العالمي. برأيك هل هذه البيانات ستعطينا ربما نوع من الضغوط على الذهب؟ هل من الممكن لهذه الضغوط أن تستمر كثيرا إذا ما كان الذهب ربما يتجه إلى نوع من عملية تصحيح في المسار أو عملية جني أرباح طفيف؟ كما شاهدنا خلال تداولات يوم أمس، بالفعل حصلت بعض التصحيحات الهابطة في أسعار الذهب، لكن أسعار الذهب ما تزال قريبة نسبيا من أعلى مستويات لها منذ شهر سبتمبر عام 2012، حيث أن المؤثرات على أسعار الذهب ليست فقط البيانات الاقتصادية الإيجابية، بل هنالك أمور أخرى أولها وعلى رأسها سياسات البنوك المركزية وتوجهاتها، إلى جانب أيضا تدفقات السيولة من الصناديق المتداولة. وكل ذلك الاقتصاد العالمي لم يثبت تماما بأنه خرج من الركود أو أنه سيعود للتعافي بشكل تام، حتى أن قلنا بأن الاقتصاد العالمي ربما سيكون في وضع أفضل قليلا خلال النصف الثاني من هذه السنة، فالظروف الاقتصادية ما زالت سيئة جدا، والتوقعات تظهر احتمالية انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة ما بين 6.1% و6.5%، وكل هذه الظروف مجتمعة، وتحديدا توجهات البنوك المركزية كلها دلالة على استمرارية الاتجاهات الصاعدة متوسطة وطويلة الأمد، حتى لو شهدنا بعض التصحيحات الهابطة بين الحين والآخر. هنالك موضوع أود أيضا التطرق له، وهو بيانات من بنك أوف أمريكا أشار إلى تدفق 2.9 مليار دولار إلى الصناديق المدعمة بالذهب، وهذا سادس أكبر تدفق قياسي على الذهب، وبالتالي نرى بأن هنالك طلبات على الذهب. حتى لو ارتفعت الثقة في الأسواق المالية، فما زال المتداولون الآن يتوجهون لاستخدام الذهب لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد، إلى جانب الضبابية التي تحوم حول الاقتصاد العالمي كله. فرغم توقعات بأن الاقتصاد العالمي ربما سيعود للتعافي بشكل تدريجي وحتى إن اتخذ فترة طويلة، لكن أيضا لو عاد انتشار فيروس كورونا بشكل قوي وعادت الإغلاقات الاقتصادية، فربما تعود الظروف الاقتصادية للتدهور مرة أخرى وبشكل سريع. لذلك في اتجاه الصاعد الإجمالي ربما سيستمر في أسعار الذهب. طيب، هذا يأخذنا أيضا إلى النفط، وبشكل مختصر سركيس، ما هي المستويات التي يتحرك ضمنها في المدى القصير؟
نعم، بالنسبة لأسعار النفط هنالك بعض الدلائل التي تظهر احتمالية بعض الارتفاع. هذه الدلائل مستمدة أيضا من ثقة المتداولين النسبية التي حصلت بعد البيانات الاقتصادية الصينية والأمريكية يوم أمس، وهذا ما يجعلني أعتقد بأننا أمام بعض الارتفاع، حتى لو كان هذا الارتفاع قليل لا يتعدى 2 أو 3 دولار، بحد أقصى ممكن نشوف 5 دولارات للبرميل الواحد، لكن على المدى الأبعد قليلا. فأسعار النفط دخلت على ما يبدو في نطاقات محدودة جدا. فمن جهة هنالك مخاوف أن لا يعود الطلب العالمي إلى ما كان عليه سابقا قبل جائحة كورونا قبل عام 2022، لكن من جهة أخرى انخفاض الإنتاج للنفط الصخري الأمريكي إلى جانب تخفيضات منظمة أوبك، كلها قد تجعل الموازنة تشير لاحتمالات تداول أسعار النفط في نطاقات محدودة نسبيا. أشكرك سركيس تشوبريان، وأنت محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب، شكرا على وجودك معنا.